السلام عليكم الاخوه، لاباس عليكم؟ الامور ديالكم مزيانه؟ المهم اليوم غادي نخدموا يعني التمرين هذا. المهم بالنسبه لنا عطاونا يعني واحد ايدو ان كتساوي يعني لا صوم من كا ايكال واحد جوسك ان ديال واحد على كا عامل لكا زائد واحد لكل ان ينتمي الى ان اطوال. بالنسبه يعني لا كيستيون الاولاني قال لك لا ليميت، هو اصلا راه كان يعني في حالها بالنسبه لهذه كان خاص يكون يعني واحد لا كيستيون يعني اخر مساعد لهذا، ولكن ديما خصك يعني تعود انك ما تحتاجش يعني المساعده. بالنسبه يعني لهنايا اصلا هو يعني في الكتاب راه ما عادينش لك يعني ما عادينش يعني واحد المساعده، مثلا الا بغيتي تخرج الله ليميت شنو خاصك دير، ولكن انا غادي نعطيك يعني واحد الفكره. ديما ملي تشوف يعني واحد العددين يعني متتابعين يعني في لاحظتي معايا يعني كعامل لك زائد واحد ديما عندها يعني فكره واحده. اول حاجه بحال خاصني نحسب يعني هاد لاصوم هذا، عاد ابخي ديك الساعه نشوف يعني ابخي ديك الساعه نشوف لا ليميت ديالو. شو معايا بالنسبه يعني لهنايا عندي يعني اون واحد على ك عامل لك زائد واحد كيساوي، كتحاول تكتب هذا الفوق اللي بغيتي، كتحاول انك تكتب هذا الفوق يعني باش يكون هذا. شنو خاصني ندير؟ خاصني نزيد ك ونقص ك. لاحظتي معايا هنايا واحد نزيد ك ونقص ك، شو معايا ها هو واحد بليس ك، وهنا غادي نقص هنايا ك على ك عامل لك بليس ان. شو معايا شنو غادي ندير؟ غادي نقسم هذا مع هذا وهذا مع هذا. اشنو غيساوي لي؟ غيساوي لي الا لاحظتي معايا فحال يعني ك بليس ان، ها هو يعني ك بليس ان على ك عامل لك بليس ان مو ك على ك عامل لك بليس ان. بالنسبه لهنا غيوقع واحد الاختزال انه هذا غيتختزل مع هذا، غادي يبقى ليا واحد على ك، وبالنسبه عاوتاني هذا غيتختزل ليا مع هذا، غيبقى ليا ناقص واحد على ك بليس ان. مزيان حتى هنا مزيان. شو معايا دابا هنايا باش نحسب يعني هاد لا ليميت هادي ما غاديش ندوخك يعني بديك لاصون. بالنسبه يعني شنو هما القيم، غادي نقول لك يعني شنو هما القيم ديال ك، يعني ك فين كينتمي؟ ك راه ك كينتمي المره الاولى يعني كياخذ واحد، مره ثانيه جوج، مره ثالثه ثلاثه، الى اين انه ينتهي يعني في ان. شو معايا بالنسبه اجي نبقى نعود يعني هنايا نعود يعني هنا الى لاحظتي معايا دابا باش نكونوا يعني دابا فاهمين، دابا هاد اي دو ان هادي اللي كتساوي يعني لا صون من ك ايكال واحد حتى الان راه صافي هادي نساها، هادي مابقاتش مابقيناش حنا غادي نخدمو بهادي، غادي نخدمو بهادي. وانا نقول لك يعني علاش، واحد على ك ناقص واحد على ك بليس ان. اش يفرق معايا هاد لاصون هادي؟ المهم هي اصلا غتكتب يعني بهذا الشكل هذا زائد بهذا الشكل هذا زائد الى اين انها تكتب يعني بهذا الشكل هذا، يعني بحال غتكون هنايا شي حاجه. انا اول قيمه غياخدها يعني ما هي الا واحد، غادي نعوض ك بواحد، ها هي تعطيك يعني واحد على واحد ناقص واحد على واحد زائد واحد اللي هي جوج. غادي تدوز معايا القيمه الثانيه تعطيك يعني واحد على جوج ناقص واحد على جوج زائد واحد اللي هي ثلاثه، غادي تبقى يعني غادي حتى اخر قيمه اللي هي واحد على ان ناقص واحد على ان زائد واحد. شو معايا دابا يعني واحد الملاحظه مهمه، انه لاحظتي معايا انه هنا يعني عندك ديجا واحد على جوج، عندك واحد على جوج غيتختزل مع واحد على جوج، هذا غيتختزل مع هذا، وحتى هاد ناقص واحد على ثلاثة غادا تختزل مع واحد ناقص واحد على ثلاثة. شو معايا غادي يبقى ليا غير الحد الأول، غيبقى ليا غير هذا ناقص هذا، يعني هادشي كامل غيساوي ليا ما هو إلا واحد ناقص واحد على إن زائد واحد. ما فهمتيش ياك؟ بلاتي ما فهمتيش. أنا غادي نعاود نكتب لك هادي ونكتب لك هادي ونزيدك يعني واحد لافالور آخر كاينين هنا، ولكن غنحاول نكتبهم يعني سطور هاكا. كما حنا متفقين قلنا انه هنا كاين يعني واحد على واحد ناقص واحد على جوج، تعتمدنا عاوتاني كاين يعني واحد على جوج ناقص واحد على ثلاثة، يعني هنا كنا يعني هنا باش كنا عوضنا يعني ب ياك كنا عوضنا يعني هنا بجوج، زيد ما يعوض معايا يعني بثلاثة، غادي تعطيك يعني بالضبط واحد على ثلاثة ناقص واحد على أربعة،
زيد عوض معايا بربعة، غتعطيك يعني واحد على ربعة ناقص واحد على خمسة، زيد عوض معايا يعني بآخر لا فالور اللي هي ان. غادي نعوضو هنايا بان، غتعطيك هنايا واحد على ان ناقص واحد على ان بليس ان. شنو هي القيمة اللي كانت مورا ان؟ يعني هي ان ناقص واحد. عوض معايا، غتعطيك واحد على ان ناقص واحد ناقص واحد على ان ناقص واحد زائد واحد اللي ما هي الا ان. شوف معايا شنو غادي ندير، غادي نشد هادشي كامل ونبقى نجمع فيه. يعني هذا هاد السطر مع هاد السطر، إذا لاحظتي معايا أنه الاختزال كيمشي بهذا الشكل، عاوتاني هاد السطر مع هاد السطر، هذا كيمشي بهذا الشكل، عاوتاني هاد السطر مع، يعني غادي يبقى يعني غادي بهذا الشكل هذا، هذا غيتختزل واحد آخر قبله، هذا كذلك غيتختزل، شنو غيبقى لي؟ غادي يبقى لي ما هو إلا واحد، يعني غادي يبقى لي يعني ما هو إلا واحد ناقص واحد على إن بليس إن، صافي؟ يعني شوف معايا أنه هاد إي دو إن هادي راه ولات كتساوي لي يعني واحد ناقص واحد على ان بليس ان. دابا هنا غادي نقدر يعني نجي نحسب لا ليميت ديالي في خاطري. ها هو سيدي، بالنسبة يعني لا ليميت ديال هاد او دو ان كتساوي يعني لا ليميت ديال واحد ناقص واحد على ان بليس ان، انا كتساوي يعني ما هي الا واحد. علاش؟ لحقاش يعني لا ليميت ديال واحد على ان بليس ان انها كتساوي يعني صفر، وصافي صافي تشيك، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. المهم الا كنت يعني باغي هاد الوراق ولا شي حاجه تقدر يعني تواصل معايا وصيفطها.